كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي اليوم غادي نهضروا على واحد السيد اللي هضرنا عليه في فيديوهات سابقه، يعني اللي هو الاب ديال الخائن الكبير ناصر الزفزافي اللي كيتحاكم حاليا، اللي كتجرى المحاكمات ديالو حاليا، وعلى سبيل الذكر انه كيتلاعب في المحاكمات هو والمعتقلون الاخرون الخوانه ديال الحسيمه اللي كانوا داروا فوضى واللي كانوا خرجوا القانون وزعزعوا الامن الداخلي ديال البلاد، وكانوا متورطين يعني في التآمر ضد بلادنا وضد الدولة ديالنا الحبيبة، وكانوا كيهزوا عالم الانفصال، عالم الذل والعار. نعم هادوك اللي هاد الأيامات في المحاكمات ديالهم ديال الزفزافي ومن معاه يثيرون الشغب في المحاكمات، كيديروا البسالة كيديروا الصلابة، ما باغيينش يخليوا المحاكمات تجري عادية. نعم هما كيطولوا المحاكمات وكيطولوها غير عليهم، لأنه هما اللي كيتواجدوا في يعني في الزنازين الانفرادية، هما اللي موجودين في السجن، يطولوها كيف ما بغاو ورضاو، راه ما غادي تفكوش معاهم، لأن الوطن ديالنا شي حاجة كبيرة وغالية وما كنسمحوش لأي واحد يمس به. قلتكم إخواني وأخواتي غادي نهضروا على الأب ديال الخائن ناصر الزفزافي، الأب ديالو اللي مسميه أحمد الزفزافي. كما كتعرفوا هذاك الشخص هذاك في الأيام ديال الحراك خلى المغرب ديالنا الحبيب، وخلى السلطات ديال المغرب، خلى جهاز القضاء ديال المغرب، خلى ملك المغرب، خلى السلطة العليا في البلاد، نقص على هادشي كلشي وخرج مشى لأوروبا، وبدا كيفتح فمو كيقول شي هضر على المغرب وكيهضر على الحسيمة كأنها مستعمرة من طرف المغرب وكأنها ليست منطقة من مناطق المغرب، وكيعطي الخصوصية وكأنه كيهضر على شي دويلة، وكيهضر على العالم ديال الدول عالم الانفصال. يعني هاد الشخص هذا مشى وبدا كينقز من هولندا لبلجيكا، من بلجيكا لفرنسا، من فرنسا لألمانيا، نقز نقز نقز، كل مرة كيديروا التجمعات ولا الجوقات ولا كيديروا الوقفات. والمهم في هادشي كامل هو على أن الخوانة اللي موجودين في أوروبا، دوك الأوباش، دوك أعداء الوطن، أعداء الله، أعداء الدين، لأن أغلبيتهم ملحد، أغلبيتهم مشرك بالله، لأنهم كيقولوا علاش القرآن ما داروش بالعربي بالشلحة، علاش الله دار القرآن بالعربية وما داروش بالشلحة، يعني كيقول لك بحال اللي ما معترفش بهم. استغفر الله يا ربي، هادو كلمات من الكلمات ديال الأوباش، شفتهم في لي كومونتير ديالهم كيتسائلوا هاد التساؤلات الغريبة على القرآن بحال اللي قلت لكم، علاش بالعربية وماشي بالتمازيغ. نعم قلنا هاد الخوانة اللي موجودين في أوروبا اللي كيبغيو وكيعملوا جاهدين وكيجتهدوا وكيتفنوا في إيذاء المغرب وإيذاء المواطنين ككل كاملين، مواطنين ومواطنات الأحرار والحرائر، كيجتهدوا باش يمسونا وكيبخسوا بالدولة ديالنا وكيبخسوا يعني بالأجهزة ديال الدولة ديالنا وكيبخسوا كل ما هو من المغرب. نعم هاد الشمايت هاد الأوباش، قلتكم إخواني وأخواتي، جاتهم واحد الصفحة كبيرة من عند أحمد الزفزافي اللي دار فيديو، يلا شفتو دابا واحد شوية، دار فيديو كيتبرأ من دوك الخوانة ديال الريف اللي كاينين في أوروبا، كيتبرأ من دوك أعداء الوطن اللي كاينين في أوروبا واللي هما ريافة، كيتبرأ من بلال عزوز، كيتبرأ من يوبا، كيتبرأ من نوفل المتوكل، كيتبرأ من بوجيبار، كيتبرأ من علي الهالوشي، وكيتبرأ ويتبرأ بزاف هما. نعم أحمد الزفزافي دار فيديو يتبرأ من هؤلاء الخوانة، هؤلاء الأوباش اللي تفضحوا وتعراو، وهذا دليل وتأكيد على أننا ما كناش كنهضروا في الخوة، كنا كنقولوا الحقيقة وكنا كنعرفناهم بأنهم خوانة،
على داكشي كنا كنعسوهم بالخوانهم اعداء الوطن وما كذبناش. ها هو جا التأكيد وبالدليل مع احمد الزفزافي اللي كيتبرأ منه فحال اللي قلنا في فيديو هاد الاوباش اللي تعراو وتفضحوا وما بقى ليهم وجه. الا كان عرف كنعرفهم رياضه ديال بصح وعندهم النفس ديال الرياضه راه ما يلقاوش فين يديروا وجههم، وخصهم يخبروا ما يبقاوش يبانوا على الانترنت، يخبروا يحيدوا على اليوتيوب. الا نعرفهم رياضه ديال بصح وبحال اللي كنعرف رياضه وانا منهم ريفي ديال الجد. نعم قلنا هاد الاوباش اللي كيعيشوا في اوروبا كلهم كيعيشوا عاله على ديك الدول اللي فيها، عاله على هولندا، عاله على اسبانيا، عاله على فرنسا، عاله على بلجيكا، عاله على المانيا، عاله على سويسرا، عاله على ايطاليا، عاله على كل شيء. كيعيشوا عاله على الدول الناس ما كيخدموا ما كيردموا، مقابلين غير القهاوي تعاطي المخدرات والخمور هادشي اللي كيضلوا يديروا، وتربى فيهم الحقد والغل والكراهية تجاه خوتهم المواطنين المغاربة والمواطنات المغربيات الأحرار والحرائر. نعم تربى فيهم الحقد، ما عرف منين جابوا هاد الحقد على بلادهم. هما عمر شي واحد عمرني مهما جا المغرب كتلقى عمره ما جا المغرب، عمره ما شاف المغرب وهو كيحقد على المغرب. لله في سبيل الله، هاد الناس كيكرهونا لله عوض انهم كانوا يكون فيهم الحنين للمغرب ويكون عندهم الشوق ويهزوا بالمغرب ويهضروا مزيان على المغرب. هما مشاو ولاو كيسبوا فينا حنا كمغاربه كمواطنين وكيطيحوا بالمغرب وكيبخسوا فيه اي حاجه ديال المغرب. غادي نوريكم اخواني واخواتي واحد الطرف ديال لا فيديو اللي دار الاب ديال الخائن ناصر الزفزافي، لا فيديو اللي دار اللي كيهضر فيها وكيتبرى من دوك الخوانه ديال اوروبا، دوك الخوانه ديال يعني دوك الاعداء الله اللي كاينين في اوروبا. نعم سمحوا لي واحد ثانية، هو هذا داك الميدان قلتي شي عبرنا بارح ما تفتك التليفون ساعة ونسني السنني راه تعرضني للتعذيب، راه تعرضني للاعتقال، راه تعرضني للمسخ حتى العائلة تنسن جوار راس داك السنني. أحمد أداسن الأخر بعريس هذا عزون أذنين خمس ريين سوجد الناس نسن دي ديني كي تجان روخة تعانى نسني العائلة تنسى واش الواز الشرف الريفي، واش الواز الشرف من دمغ تجين الآباء الأجداد المغاوير وأبناء المغاوير كذلك قام كي السجون دي المعتقلات كذا كني وتتخوان ما نغتسي على اي حال شقا تعجب شي ديال شي المباشر نخشي فيديو نخشي نات فقراكم سمعوا الحبل اللي يصوني اذا يشدنا كي كما اوروبا يقسم مخرات يسيم الحق لكم هذيك سي غير حقينو وتيسير الله والنبي عليه السلام خذ من مين تخسم يم من تخسم ذين عائلة أخرى ذين مضني ذين كذا لأنه نش دي الحقيقة واخذ خلي خرب عارض لأنه رغم من سجن هي نش وخاصة دي العائلة الناصر الزفزافي لم يحرك ساكنة فابتداء من اليوم لا أمثل إلا ابني السلام مني وأوروبا تسير الله والله إنكم أعزم خشي الجنة ضني ولكن قد يشغلكم من أنت مسريت أنه في حالة صراح المعتقلين النشطاء أين شتا اين غيكيتجان وديت ازو اكيسني رير اسن تارع خمس مرات قلنا
غرار الصلوات الخمس، لأنه ذودان نظرا قل ميدان وخون حد وكان حد وجاح حد وين القد حقي حد اسمنا اني ما زيوذن الرمزية يزال. ولكن إذا إخواني وأخواتي سمعتوا هذا كان فيديو ديال أحمد الزفزافي كيتبرأ من دوك الخوانة دوك الأوباش اللي كاينين في أوروبا، وقال لهم بأن الحبل اللي كان بيني وبينكم راه تقطع، ودابا انتوما الناس ديال أوروبا دبر راسكم وأنا ندبر راسي، وأنا من دابا الفوق كنمثل غير ولدي أنا وماشي شغلي بشي واحد آخر. إذا بحال اللي قلنا وبحال اللي شفتوا هذه كانت صفعة قوية لدوك الخوانة دوك الأعداء ديال الوطن، صفعة اللي على الله تفيقهم على الله يفيقوا. إذا غادي نتوجه ليكم نتوما دابا يا أوباش، كني بكم يا اللي كتقولوا ريافة يا اللي موجودين في أوروبا يا ولاد السوق يا مساخيط الوطن، مساخيط الله عاد مساخيط الوطن، معاكم كنهضر يا الكلاخ يا مجمكين، اش كديروا كاملين عالة على بلدان الناس يا الزبولات؟ وريوني شي واحد فيكم دماغ، أولا شي واحد فيكم عنده شي شواهد عليا، أولا شي مفكر، أولا شي محلل، أولا شي واحد سياسي منكم، وريوني والو. كاملين جالسين كلخين على بلدان الناس، كتاكلوا ليهم في رزقهم فابور، يا الزبولات يا الخنز، وراسكم خاوي، عاملين غير بالمخدرات والشرابات، وبالخوال خاوي، وبقى ليكم سيادكم في المغرب، بقى ليكم سيدكم المغرب. بقيتهم قابلين بلادنا عاو عاو عاو، وكتهزوا داك الراية المنبوذة، داك الراية ديال الانفصال أولاد السوق، شنو كتعدني زعما بداك الراية؟ ها الراية ديالنا ها هي، خماسية الأضلاع، نتوما عندكم الراية فيها النجمة السداسية ديال إسحاق روني، هو اللي دار لكم نعم داك الراية، نعم يا أولاد السوق، كتهزوا علينا الراية ديال الأوباش، شنو زعما كتعنيو بها؟ شنو يا أولاد السوق؟ راه والو ما تقضيو، راكم كتدبزوا مع الخلا، راه والو، تبقاو تنبحوا حتى تعياو، والعربة ديال المغرب دايزة، والمواطنين المغاربة ماشي حامقين باش يديوها في الجرا، باش يسمعوا النباح ديال الكلاب، المغاربة ماشي حامقين باش يسمعوا النهيق ديال الحمير، المغاربة بعقولهم، وكيفكروا، وكيعرفوا اش كيديروا، وكيباغيين بلادهم تزيد القدام، ما باغيينش يردموا بلادهم، ما باغيينش يدمروا بلادهم. يا ولاد السوق، يا اللي كتدفعوا يا اللي كتبغيو زعما توسخوا العقل ديال المغاربه، وكتطلبوا منهم شي مسائل اللي تكون ضد بلادنا وضد اتجاه ديال بلادنا، يا ولاد الحرام، يا الخوانه، يا اعداء الله، يا اعداء الوطن، يا اعداء الله، يا مساخط الله ومساخط الوطن. اخ تفو عليكم نتوما ريافه، يا عياذ بالله. اجيو ملي قال لكم هكا احمد زفزافي من الريف وكيمثل بزاف ديال الريافه وكيمثل حسيمه كامله لان ابنه هو ناصر زفزافي، اذا ملي تبرعوا منكم الريافه شمن الريف كتهضروا عليه يا ولاد الحرام؟ شمن الريف كتهضروا عليه ملي نتوما ما كتعيشوش فيه وما كتشوفوش اش فيه، نتوما عايشين بعاد، كتعرفوا الريف غير بالهضره يا ولاد السوق، يا الخسيسي، يا الدنيئين. تفو عليكم يا أوباش، يا ولاد السوق، مع احترامي الريافة الأحرار والريفيات الحرائر، مع احترامي ليهم، ولكن كنهضر معاكم نتوما، يا ولاد السوق، يا أوباش، يا أعداء الوطن، أخ، تفو عليكم، وديما تعاودوا، ها الزفزافي قلب فيكم، أحمد الزفزافي، وعرى عليكم، دابا اش غديروا؟ واش غتبقاو تزيدوا تتابعوا ديروا فيديوهات؟ ما بقالكم ما تقولوا، تعريتوا، وإلا كان فيكم شوية ديال النفس تغبروا، يا الزهجيج، يا الزبولات، يا اللي ما كتعرفوش حتى تعيشوا، عايشين في أوروبا وما كتعرفوش حتى تعيشوا، أنا كنهضر وكنعرف اش كنقول، حيت كنعرفكم، وعشت معاكم، وأنا منكم، كنعرف أفكار ديالكم كيفاش كيدوروا، أفكار ديال الريفي ديال أغنان، أغنان ديال والو، أغنان خاوي، أغنان الهدام، أغنان الضما ديال الدمار. هادشي اللي نتوما متشبتين به يا الخلاوات يا الزبولات، إخ عليكم، اش كديرو في أوروبا؟ والو، جالسين غير قهاوي والدورات والتحاشش
والشراب، هذه هي الحياة عندكم. صافي، غير مع نفسك يا الكلب، وقف غير مع نفسك هكا وفكر، قول شنو كندير انا في هذه الكرة الأرضية، وشنو هو الدور ديالي. تلقى نفسك ما عندك حتى شي دور في الكرة الأرضية، مازال داك البخوش عنده دور في الكرة الأرضية، كتلقاه كينقي البيئة ولا كيدير شي حاجة. ما انت يا الكلب يا الوبش يا خائن يا عدو الله، كيما بغيتي تكون واحد منكم كاملين بينكم، يا ولاد السوق يا اوباش، شمن دور عندكم في هاد الكرة الأرضية؟ والو، زيرو، وفشلتوا في حياتكم، فشلتوا في كل شيء، ما عندك ما غتخلي وراكم لا جيل لا والو يا اوباش. إخ عليكم وتفوع عليكم، والمغرب بزاف عليكم، والمغاربة بجوج ديال بزاف عليكم، تفوع عليكم إلى يوم الدين.